السلام عليكم. نيويورك تايمز: ترامب خالف البنتاغون والمخابرات بإيعازه قتل سليماني. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من معارضة البنتاغون وخلافا للمعلومات الاستخباراتية، أذن باغتيال الجنرال قاسم سليماني. وفقا لمصادر في وزارة الدفاع والإدارة الأمريكية، فقد رفض ترامب في البداية، أي 28 ديسمبر، تصفية الجنرال الإيراني جسديا، وأمر بدلا من ذلك القوات الجوية الأمريكية بمداهمة معسكر كتائب حزب الله الشيعي في 30 ديسمبر في مدينة القائم العراقية بالقرب من الحدود مع سوريا، وأسفر الهجوم عن مقتل 25 شخصا وإصابة 50 آخرين، ما أثر احتجاجات حاشدة أمام السفارة الأمريكية في بغداد، تابعها ترامب على الشاشة التلفزيون. وتقول الصحيفة إن ممثلي البنتاغون دهشوا لأن ترامب وافق بالمحصلة على الطرح الأكثر راديكالية للعمل، وتجاهل المعلومات الاستخبارية أفادت بأنه لم يحدث أي شيء غير عادي في الشرق الأوسط، بما في ذلك خلال تنقل سليماني في المنطقة. وعلاوة على ذلك، خلصت الاستخبارات الأمريكية إلى عدم حتمية وقوع هجمات واسعة النطاق ضد الجيش الأمريكي بتخطيط من سليماني كما زعم البعض في واشنطن. وفقا لمصادر، لم يوافق الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي على تنفيذ نشاطات معادية لأمريكا، وأوعز بعودة سليماني إلى طهران لمزيد من المشاورات. وشاركت دائرة ضيقة من الأشخاص في مناقشة الاستعدادات للعملية، بما في ذلك مساعد رئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، وكذلك وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر، ومدير وكالة المخابرات المركزية جين هيزبل وغيرهم. وتؤكد المصادر أن بومبيو ونائب الرئيس مايك بينيس كان من أشد المتحمسين للخيار المتشدد تجاه طهران. بالأخير، إذا أعجبك الخبر لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس.